الله اكبر منتشي كسبنا. الله اكبر. لا 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 بس الضحية اهي ادي ضحية. لا ده انت خلاص الضحية. الضحية تانية هي قاعدة هناك اهي. العيال ماتت خلاص كل ما تقسم بالله العيال ماتت. العيال ماتت مني. الله اكبر الله اكبر انتصرنا. طيب ما هاردك لكل جمهور المغرب. هاردك للمغاربة حبايبنا. هاردك والله بس مش مصدق. انا مش مصدق رجالة والله العظيم رجالة. يا نهار اسود على ده ماتش. لا لا اعصاب ماتت هتكلم بس كلمة 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 مبقاش فاضل حد في ال 28 لاعب ما لعبش. اللعيبة كلها لعبت. كلمة 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 خير كلمة. انا متفائل كنت عارف هنكسب يا عم اتنيل. كلمة كسبنا الحكم الحمد لله. احنا بنلعب دولة. احنا بنلعب دولة. لعيبة رجالة قوي والله. ايوه بقى مش عارف طبعا اقول ايه ولا ايه ولا ايه. بس احنا من اننا بنلعب ماتش نيجيريا اول ماتش في البطوله مصطفى محمد بيلعب وينج رايت وبقينا في دور ال نص النهائي. الله اكبر والله انا مستوعبها. ده جيل بيتولد يا كابتن. ده 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 سيادتك ده مش جيل بيتولد سيادتك. لو الحكم ده الحكام عملوا فينا كده ضد المغرب هيا وقفوا من الكاميرون هتعملوا فينا ايه؟ هيبقى في حكمين. هو كان ناقص له بس يقول لهم نزلوا لعيبه زياده. هم مش عايزين نلعب الكاميرا. انا مش عارف هم عايزين ايه. مش عايزين نلعب الكاميرا. بس اللي حصل النهارده ده اقدر اقول عليه هارد لك من المغرب وهارد لك من كل لعيبه المغرب وجمهور المغرب. بس بصراحه بصراحه احنا نستاهل والله نستاهل. انا مش مصدق ان احنا نستاهل. احنا فرقه اتصاب منها باك رايت وباك ليفت ومساك ومساك تاني وجول كيبر والبديل وبنلعب في نصف النهائي. مش ممكن والله العظيم. لا 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 مش عارف لازم نهدى شويه عشان احاول اقول اي كلام مفيد بس مش قادر اقول كلام مفيد. بس في نقط تكتيكيه مهمه قوي قوي هتكلم عليها. كيروش عمل كميه حاجات جامده النهارده. كميه حاجات جامده في تبديلات صغيره. ارجع اتفرج على الجول الثاني اللي جبناه. الجول الثاني اللي جبناه اتحكى ولا ما اتحكاش؟ ارجع الحلقه موجوده على يوتيوب. الجول اتحكى بالحرف ولا لا؟ صلاح ياخد الكوره بوشه يروح يلم حوالين العيال وباك يلعبها الناحيه الثانيه في المساحه عشان الباك رايت بتاعهم اشرف حكيمي ما بيرجعش. نفس الكوره اللي اتعملت ضد الكوت ديفوار واللي لما سيرجيو ليه ما بيرجعش وراحت لصلاح حطها في العرض. هي هي بس المره دي تريزيجيه حطها في الجول. وحد خد باله من احتفال تريزيجيه؟ مش شايفك يا احتفال صلاح وكوره احتفال بمنتخب العرب في فيفا. فالنهارده الف مبروك. هو فعلا كده رسميا خلاص هي ولاده جيل جديد. جيل بيلعب كرة حلوة وجيل رجالة وبيحقق نتائج. نتائج صعبة. انا لعب 120 دقيقة النهاردة ضد المغرب بعد ما لعبت 120 دقيقة ضد الكوتيفوار والمغرب مريحة اكتر مني ماتش. وكان بتلعب ملاوي. كان بتلعب ملاوي يا مرعي. صوروك يا مرعي. مرعي النهارده كان تعبان ما قدرش يكون معايا في رد الفعل. بس مبروك يا مرعي مبروك والله العظيم. كلمني في الشوط الاضافي ما بين الشوطين الاضافيين قال لي هنكسب. قال لي هنكسب النهارده. مبروك يا جماعه مبروك مبروك مبروك. احنا بطوله امم افريقيا 2017 وصلنا فيها للفاينل ما لعبناش بالاداء ده. لا لعبنا كده ماتش المغرب اللي فات اللي كسبناه 1-0 جول كهرباء. هم بهدلونا قطعونا في الماتش ده واحنا سرقنا الماتش وكسبنا. انما النهارده احنا ما سرقناش الماتش. احنا فعلا لعبنا حلو وفعلا كميه الضغط يا جماعه من الحكم حاجه مش طبيعيه. ان انا مش عارف اعمل حاجه. انا مش عارف كل ما المس حد يقع ياخد فاول. كميه اصابات. الناس اللي هتتكلم ان احنا مش عارفين نطلع بالكره من نص ملعبنا. اطلع بالكره ازاي اذا كان احمد حجازي اتصاب وجبل ابو جبل هو كمان اتصاب. الثقه بتقل. الثقه بتقل. بس البطوله دي بيتولد فيها جيل في لعيبه تقيله. فتوح النهارده لعيب تقيل. محمد عبد المنعم النهارده لعيب تقيل خلاص. ده ما شاء الله الله اكبر. يعني انا ما شفتش مدافع كده في مصر من زمان. مدافع كورته حلوه وذكي وبيعاتب نفسه. الكره اللي عمل فيها فاول اللي في اخر الشوط الاضافي اللي عمل الفاول وبعدها راح عامل ايه؟ بيزعق لنفسه. انت عامل فاول صح. ده الفاول الوحيد اللي صح اللي لازم تعمله. برافو عليك جامد وحش.
بيطلع بالكره ازاي، بيجيب الكره العاليه ازاي ولمين. ما شاء الله عليك يا محمد عبد المنعم النهارده انني ارخم لعيب مقتدر ضده. ده ليه خبره خانه يعني؟ انت احنا كسبانين وبنلعب زون ديفنس كل واقف جوه ال 18، هما بيحاربوا بيباصوا من ورا، تلاقي مني بيضغط قدام برضه، بيضايق اللي بيلعب الكوره في كل حته. عمرو السليه في وسط ما كله تعبان وكله مش قادر وكله بيشلت، تلاقي كنت عمرو السليه هيشلت. لا استنى اتقل يا نجم شويه بس، انا عايزك في كلمه واديك كوره من رجل لرجل. زيزو عباره عن الجوكر بتاع الكوتشينه، ينزل يلعب بهاف شمال، الشوط الاضافي التاني بدا وديها في مين بسرعه عشان يعمل الكوره لصلاح اللي صلاح يعملها لتريزيجيه تيجي جول. ايه ده؟ بقينا كسبانين واحد، رجع يا ابني تريزيجيه بسرعه وديه شمال الناحيه التانيه. ايه ده؟ رجع زيزو وديه شمال الناحيه التانيه. النهارده تريزيجيه بيجيب جول مهم قوي 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 قوي. رمضان صبحي تبديله تبين تطور كيروش، هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه، التطور من التبديله اللي فاتت لما خرج مصطفى محمد ونزل محمد شريف في ماتش كوت ديفوار. ده بيبين ان الراجل بيتطور وبيغير مفاهيمه. رمضان كان بره البطوله خالص مش موجود معاه، نزله مكان مصطفى محمد، تبديله اتاخرت شويه بس تبديله مهمه، لان رمضان بيقف على الكوره وبيطلعنا بيطلعنا بخلاف الكوره طبعا اللي حطها في الجول بعدي. حطها على رمضان، حطها، كان عايز يعمل صلاح طبعا، صلاح مش قادر، صلاح هيموت مش قادر، حطها على رمضان في الجول بس خلاص خلاص. زيزو النهارده زي ما قلت لك جوكر، تريزيجيه كان جامد قوي في نص الملعب، جامد قوي في نص الملعب. محمود علاء يا جماعه، انا لما شفت محمود علاء بيسخن عشان ينزل مكان ايمن اشرف اقسم بالله كان هيجي لي سكته قلبيه. صلاح محمود علاء هما بيلعبوا عرضيات، لا مش قادر. انا اللي انا شفته ده حقيقي، هل محمود علاء فعلا كان بيطلع ويلعب الكره بدماغه على الجنب ما بيرجعهاش في قلب الملعب للي جاي عشان يجيب اجوال؟ لا كان بيطلعها اوت، يطلعها على جنب، يطلعها لحد. ما شاء الله محمود، يعني انت كده يعني هتشككني في نفسي بعد اللي انت بتعمله عملته ده في نص ساعه، برافو. محمد صبحي، محمد صبحي انا مش عارف اقول ايه لحراس المرمى بتاع منتخب مصر، انا مش عارف اقول ايه للتجهيز بتاع حراس المرمى، ازاي كلهم بينزلوا يعني ابو جبل نزل شال، نزل محمد صبحي النهارده الحمد لله يعني اول واحده كده طلع ربنا ستر، الباقي كان هايل. عمر كمال النهارده للمره الثانيه كان هايل، خالد زيتش الحمد لله، ربنا يا خالد زيتش، ربنا يا خالد زيتش مدرب المغرب يعني يكرمك في حياتك. طلع مفاجاه في الدقيقه 60 الجبار المفتري سفيان بوفان من احسن لعيبه في البطوله، احسن لعيب في المغرب هو حكيمي، يطلعه من دقيقه 60 ده لذيذ قوي، ده لذيذ قوي. ده بوفان ده انت كل لم الكره اللي كان على اليمين اللي بيحصل هو ما بيلعبوش من على اليمين الا من على اليمين. ليه؟ لان في الطبيعي بوفان الناحيه الثانيه، في الطبيعي رومان سايس بيروح مغير الملعب على طول الناحيه الثانيه، سفيان بوفان يحط واحد على واحد مع الباك رايت اللي هو عمر كمال. ده ما كانش بيحصل ليه؟ لان بوفان خرج وكل الولاد اللي نزلوا ثاني اذا كان بقى ماي ولا لوزا كل الناس اللي عماله تنزل ليه كلهم جرايين. محدش هيقف على الكوره زي بوفال وديكتيت اللعب. فتبديل سفيان بوفال 100% كانت في مصلحتنا. يوسف النصيري، هو طلع يوسف النصيري ولعب من غير سترايكر، وانت بتلعب كور عاليه بس. كل حاجه المغرب بتدور عليها هي كور عاليه وكور ثابته وفاولات وكور عرضيه. ازاي طلعت يوسف النصيري؟ واحد من احسن لعيبه تلعب بالمغرب. اخر فاول خالص اللي جالهم ياسين بونو لما طلع بونو يا سيزون اللي فات يا اللي قبله جايب جول. انا قلت لو اترفعت على البعيده بونو هيحطها، وبونو بونو راح رايح قال للوزه قال له العبها لي على البعيده، انا داخل بباصيه الواحد يشوط. الحمد لله ده كل ده بركات من عند ربنا. التحكيم الافريقي هيذبحنا قدام الكاميرون عشان ما نجيش بقى نشتكي بعد كده، هو هيحصل بعد اللي عمله فينا النهارده ده، هو 100% هيحاول يذبحنا قدام الكاميرون خالص خالص. وده مالوش دعوه بالمغرب، هو الحكم يعني هو واضح ان مش عارف هو الكاميرون قالت لك العب المغرب ولا مصر، مش عارف، لا انا عايز العب المغرب فطلعوا لي، مش عارف حاجه مش طبيعيه. التحكيم النهارده قمه في الاستفزاز وقمه في ايه عدم الاحترافيه، افارقه يعني بركه فعلا، بركه مفيش حاجه خالص عند افريقيا دي. فربنا يستر من اللي هيحصل قدام الكاميرون، بس ده حديث لميعاد اخر، احنا حديثي النهارده كله على ماتش المغرب. فمره ثانيه لازم اقول هارد لك لمنتخب المغرب، لعيبتنا كلهم النهارده رجاله، كلهم جامدين، ابو جامد جامد من قبل ما يطلع. بجد بجد انا بقيت بحس ان احنا منتخب رجاله وعندنا شخصيه. محمد صلاح النهارده يا جماعه بصوا يعني ايه وورلد كلاس، عشان بس تبقى فاهم النقطه دي، يعني ايه لعيب عالمي. مش معناه ان انا كل كره هتجي لي هعدي من واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه والكلام ده، لا، معناها ان انا عندي الجوده الكافيه ان انا في اي لحظه اصنع الفارق في اي لحظه. غير الاستفاده التكتيكيه العاليه والماتش الجامد اللي صلاح بيقعد يعمله،
بس صلاح بقى عنده القدره ودي بقت موجوده مع ليفربول ان هو يبقى نص ساعه انت مش شايفه وبعدين في لحظه لحظه اكنه بيكون بيدي للمساك اللي معاه والباك ليفت اللي ماسكه ثقه ان هو خلاص ركن عليه. نسينا ده اول مره خد فاول، الثانيه خد فاول، واحده راح قطع الكره هو نايف اجرد اللي بعدها راح صلاح واخد واحده فجاه تعالى يا انت تعم اقول لك تعم اقول لك وراح معدي وحاططها للتسجيل هو الشبكه. هو ده محمد صلاح، هو ده معنى كلمه وورلد كلاس، يعني لاعب عالمي، يعني من المستوى اللي فوق. هو ده معناها، ده بقى اسمه منتخب عنده شخصيه. محمد صلاح هو قائد، قائد المنتخب وقائد الكتيبه دي. كل الظروف ضدنا، كل الظروف، كميه اصابات عمري في حياتي ما لعبت بطوله، ما شفت بطوله في حياتي من يوم ما اتفرجت على كوره، انا عمري ما شفت بطوله يتصاب لك فيها باك رايت وباك ليفت واثنين ماسكين وجول كيبر وجول كيبر الاحتفال دي ما شفتهاش. فلسه هيبقى عندنا كلام تكتيكي كتير، هيبقى عندنا حاجات كتير قوي نقولها. هارد لك لمنتخب المغرب، الف مبروك لكل ال 100 مليون عاش يا رجاله، وشوفكم في السيمي فاينل. ليتس جو، يلا بينا يلا بينا، سلام. Whoa, 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 whoa. Ah.